تدور معارك اليوم بين طوار نالوت وكتائب القذافي في هذه المنطقة، وهي البوابة الشمالية لمدينة نالوت وبوابة كويت. وتتمركز كتائب القذافي في هذا الخزان الخرساني الذي صمم لري مشروع كويت، وقد قامت كتائب القذافي بفتح هذا الخزان واتخاذه حصنا لمواجهة أو لمقاتلة الثوار. وتتمركز أيضا كتائب القذافي في هذه الشركة، وهي شركة تونسية مصممة لتشييد وحدات سكنية بهذه المنطقة. نلاحظ تمركز كتائب القذافي في هذه الشركة. وتستخدم كتائب القذافي مختلف أنواع المدفعية 106 وراجمات الصواريخ والجراد من المنطقة المحادية. لمحطة الرويس الكهربائية، ويتواجد طوارنا حاليا في هذه البوابة. تمكنوا من الوصول إلى البوابة، في البوابة هي هنا. ونلاحظ سيارات الطوار، هذه أحد سيارات الطوار، هذه سيارة أحد الطوار. ويتم حاليا الزحف على حاليا محاولة الطوار السيطرة على هذا الخزان، وهو في مكان مرتفع ومكان استراتيجي تمركزت فيه كتائب القذافي وتخندقت منذ شهرين، والطوار يحاولون السيطرة على هذا الخزان. كما تتمركز أيضا في هذه الشركة. وتم اليوم، ونلاحظ قذيفة، سقوط قذيفة بالقرب من هذه الشركة التي تتمركز فيها كتائب القذافي. كما تم تحرير مدينة أتكويت ولا يتواجد فيها أحد حاليا. هذه مدينة أو قرية أتكويت، هذه قرية أتكويت. وقد تعرضت بالأمس إلى العديد من القذائف من قبل كتائب القذافي. هذا المشروع الزراعي الكويت والذي قامت كتائب القذافي بنهبه وسرقته وبيع العديد من الآليات، ومنها ما يسمى بالصوندة اللي هي آلة لحفر الأبار.